أنا محمد، أنا في رحلة إلى أجمل المدن والبلدات الألمانية، أكتشف فيها الأماكن السياحية اللي تستحق الزيارة. وصلت إلى الجزء العاشر من رحلتي الألمانية الجميلة، تحديداً إلى مقاطعة بودشتينغادن البافارية الجميلة واللي تبعد ساعة ونص عن مدينة ميونخ. عند وصولك لهذه المقاطعة الجميلة راح تنبهر من جمال طبيعتها الاستثنائية والفريدة. في هذا الجزء البافاري الجميل واللي واقع على الحدود النمساوية فيها الكثير الكثير من البحيرات الجميلة، لكن واحدة من هذه البحيرات باعتقادي أجمل البحيرات في جنوب ألمانيا. حياكم من كونشتي، هذه البحيرة الجميلة الواقعة في مقاطعة بودشتينغادن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير لايك سبسكرايب واستمتعوا. Guten Tag aus Berchtesgaden. هذه المنطقة الجميلة اللي صايرة جنوب بافاريا أو شمال النمسا. اليوم رايحين إلى واحدة من أجمل البحيرات في ألمانيا، يمكن الأجمل. زين، المشكلة إن يوم الأحد الكل مسوي نفس الخطة، فكان غار يعني سيء، لكن نروح لها أفضل مما نروح لها نهائياً ونشوفها. أنا ولا مرة رايح لها، فمتحمس جداً. عشان نروح البحيرة لازم نركب القارب، ما يصير نسوي هايك أو تمشى حوالينها نفس الإفسي، عشان يعني المكان مزدحم بغير العادة، وأنا لاحق الجمهور، لاحق الناس، ما أدري لو أنا أروح مكان كبير جداً في أكثر من أكتيفيتي أو أكثر من شيء نقدر نسويه. وإن هذه هي كان يعني صاير في النمسا، لسان داش بالنمسا. هم يبيعون بريتزل أو شنيتزل. ومن هني نقدر نشوف مكان اسمه إيجل نست، هذا المكان اللي كان يعيش فيه هتلر، يعني مكان المفضل في بافاريا. شوفون فوق الصوب يبين نفس كوخ صغير، هذا ما تبقى من الكوخ لأن دمروه الحلفاء. فنقدر نروح له بالتلفريك، لكن بين أنه مخوش رحلة الكونشتي أجمل. يعني كله يبيعون ملابس تقليدية، كلايدونغ وليدرهوزن. وهذه هي بحيرة الكونشتي. تلاحظون ما نقدر ندشها إلا عن طريق قارب، ما نقدر نتمشى حواليها، لكنها تودي إلى بحيرة أخرى اسمها أوبرسي. تيكت حق الكونشتي ودينا حق بحيرة ثانية اسمها الأوبرسي. هلو يا شريت 4 تذاكر حق الرحلة، رحلة الكونشتي، رحلة طويلة، كان صار مجموعة 63 يورو. ركبنا قارب يودينا الكونشتي. كان جميل. هذه البحيرة صايرة بين الجبال، ما في ممشى لها نهائياً.
Mensch springt auf 16, 100 Meter Höhe. Die Durchschnittstiefen sind bei 120 Meter. Das Boot ist 20 Meter lang, wie ich beim Kampf. وصلت إلى نهاية الكونيسي والحين باتجاه الأوبرسي. الأوبرسي ما يصير روح له إلا لما نخلص أو نهاية الكونيسي أو كونيكسي على قولة بافاريان. شلون المكان جدا جميل، ما أتوقع شفت بحيرة بهالجمال. الحين لازم امشي باتجاه الاوبرسي تقريبا 24 دقيقة او 2 كيلو، بس مشي هني هذا يا جماعة يمكن اجمل ممشى او هايك في حياتي، كله بين الجبال وما يصير اي هني الا لما اخذ القارب. القارب مدته تقريبا 55 دقيقة، وحين رايحين حق اجمل بحيرة في المانيا اسمها الاوبرسي. اوبرسي طبعا او بحيرة العليا صار بين الجبال، يعني الجليسر لما يذوب الماء يصب في البحيرة هذيك. والبحيرة الأوبرسي معزولة عن الكونك أو كونيشسي. كونيشسي يعني بحيرة الملك. شلون مكان؟ المنطقة اللي واقع فيها البحيرة اسمها ليدشتس غادن. هذا منطقة يعني كأنه سان داش في النمسا، لكن ما أدري شنو السبب أن هذه منطقة هذوها الألمان، لكنها يعني من أجمل الأماكن أو أجمل مكان في ألمانيا كلها. أجمل من البلاك فورست، أجمل من غارمش، وكلها محمية طبيعية، كلها ناشونال بارك، فممنوع أحد يسوي لا يعني بزنس او منتجع او حتى بيت. كل شيء ممنوع هني، يحافظون على الطبيعه وما الومهم. كان جدا جميل.
هذا المجرى جاي من الأوبر سي يصب في الكونش سي. هذا كله يصب في الكونش سي ويكون بحيرة الكونش سي. ودخلنا نستمر لأن آخر رحلة رجوع الساعة 5 وما نبي نضيع. بس إذا نمنا هني ماكو مشكلة. اليوم كان وايد زحمة يوم الأحد، يعني وايد أوروبيين كانوا معنا اليوم إلى هاي المنطقة قديشتس جاردن، لأن فيها وايد أكتيفيتيز، يعني تسلق جبال، هايكينج، بحيرات، ويعني سهل. اليوم كان جميل. وصلنا الأوبر سي، هذه كانت وجهتنا، وهذه أجمل بحيرة في ألمانيا. شلون شلال اللي بالأمام وواي جميلة. أسف الناس هني يعني مو مخلي مكان للتصوير، لكن حاولنا نلتف البحيرة، ودي أحصل مكان كي مكشوف وطير درون. أعتقد ممنوع، لأن ممنوع في ناشنال باركس أو محميات طبيعية نطير طيارات درون. بس يعني شلون أوصل هني ما طيرها؟ شلون جمال المكان هذه وراي. بس هذا البيت مكانه حلو. صغير ورا شيرة. أعتقد على كذي خلصنا من رحلة كونك سي البعض بافاريين كونش سي وحيرة الملك. هذه رحلة جميلة استمرت يعني فوق 3 ساعات، 55 دقيقة رايح، تقريبا نص ساعة قعدنا في أوبر سي، 55 دقيقة ردينا. عموما خلصنا من الرحلة والحين واعي، فبدنا بناكل الغداء عشاء. هذا اللي دائما يكون الساعة 6 إلى 8، وأفضل أن أكل برا هذا المكان لأنه مكان سياحي وأكله مو زين وغالي. فيا روح بلدة
Bedichtes Garden au Bildet Rosenheim. Rosenheim بعيدة يعني قريب ميونخ يعني من هنا تقريبا ساعة. Bedichtes Garden هذه تقريبا يعني 5 دقائق. فكنا اختيار بلدة Bedichtes Garden وكان وايد حلو. الكل يشوفني يقول ايش في هذا يصور، بس هذا كلها ذكريات ان شاء الله انفع في الناس عشان تيها الاماكن، انه يعني يحتاج الى قراية كثيرة بالنت او كتب سياحية. مرحبا مرحبا من Bedichtes Garden، هذه البلدة البافارية الجميلة، واحدة من أجمل البلدات البافارية، يعني وايد فيها من النمسا، لأن فيما سبق كانت نمساوية. تدرون أوروبا دائما حروب، فيعني كانت مرة مع النمسا مرة مع بافاريا، والحين يعني صارت قرية ألمانية أو بلدة ألمانية بوسط جبال الألب. شلون كل شيء مسكر باستثناء الكاتدرائية، قاعد طقت راسها لأن يوم أحد، والحين صارت ساعة تقريبا 6:30. هذا هو أحد المعالم الجميلة، هذا يتوقع كاتدرائية ماريا. دورنا مطعم ناكل فيه، لكن المنطقة طلعت وايد صغيرة وما فيها شيء. أغلب المطاعم تيك أواي. شلون مكان جميل. بيوتها جميلة. هذا الحين هي ضواحي أبعد مكان من السنتر، لكن يعني تمام تفاصيل جميلة. مواقف قليلة دائما زارعين على البركانات، شيء يعني نفس النمسا. وصلنا داون تاون أو السنتر، وشوية في ناس شفنا رسومات وراء على الجدران جميلة، يعني ألوان مباني هم حلوة. هذا جاند هوفر شراسة. قررنا ناكل هني، حالنا حال العالم. هذا هو الفيو، وجبة درم في طبيعة. هلو، نايس كاستم، ثانك يو. هاي بانشون تاجه. دانكا دانكا شون دانكا تشاو. شفت هذا المحل بالصدفة، وأحب هذا النوع من التصوير أبيض وأسود، لكن هذا مختص في القمم. جورج. بالقرب من بحيرة كونيستي تقع هذه المدينة الجميلة اللي اسمها Bedichtes Garden، واللي يسكن فيها تقريبا 30,000 شخص. هذه المدينة الصغيرة اللي محافظة على العادات والتقاليد البافارية.
وبعد تقريبا ساعة في هذه المدينة اللي ما أعرف أقول اسمها اللي تبعد 1:40 من ميونخ قدرت ويست غادن. لازم أنهي يومي طويل اللي قضيته في بحيرة كونشسي أوبرسي، واستمتعت بهذه الطبيعة. أمانة أجمل مكان شفته في ألمانيا إلى الآن، أجمل من يعني غارمش، أجمل من أبغاو، وايد أماكن سرتها، والغابة السوداء كذلك. شو مكان جميل، هذا النهر اللي لونه يعني فيروزي، البلدة صايرة على جبل فمتعبة، لازم تسعدون هذه الرمبات للأعلى، وراح تستمتعون بالإطلالة. أكلنا هني في هذا المكان لأن مطاعم غرفة سكرت هني الساعة تقريبا 7:30 يوم أحد. عموما إن شاء الله استمتعتوا اليوم، أشوفكم إن شاء الله في مكان آخر غدا إن شاء الله. رايح أنا إلى لايبزيغ أو لايبزيغ، إن شاء الله تكون رحلة سهلة. يلا يعطيكم العافية. وأعتقد على كذي انتهيت من زيارتي إلى مدينة بودشتغادن، وأتمنى أن عجبتكم الرحلة وإن شاء الله تزورونها. وإذا عجبتكم الرحلة لا تنسى تسوي شير ولايك سبسكرايب، يعطيكم العافية.